الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة. Али хешвар уифаш пшнер ар япа рукну иманам и арканхам кшоква. Кайфа нуъмин билла? Даваду али хешвар дифаш зарчнер. Нуъмин би ануаъ ат-таухид ат-саласа. Амал имуу дифаш чнхве таухидам и ахишр. Ва нуъмин би вуджуд илла, ла нункир вуджуд Аллах субхана ва тааля. Амал имуу али хешвар зарчар ар дифаш хунхве. ما الأدلة على وجود الله؟ ستخوى داب دليل وقاقور أدلة كثيرة جدا دليل قد مخ منها العقل أبي أشش دي أقلر لا يمكن أن يأتي إنسان عاقل إلا ويثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد سبحانه وتعالى تخوم يا قلر تمام لاجوشتما أبنا غشام على حشقر يفش مخنر بسوري على حشقم دقزري غجار يفش مخنر الثاني دليل محسوس ملموس ترى بعينك مثلا تكون في كرب في شدة تدعو تقول يا رب فرجها تجدها تنفرج هذا دليل تشعر به تحس به يطوان دليل رغاكور قاكور ووي قومي سرا زخب شرا بسالسان بابشا زقرق أخوا زقرق بششا وخوي وخميمي يالح مؤخر قصدابق يالح مبس خاغات جيبوري وثاوة عار ويقوم يسوى ودو زخبوشة دليل الفطرة كل إنسان مفطور على عبادة الله على إثبات وجود الله على أنه مخلوق والله هو الخالق دليل الفطرة جوا أراش تخم قص فطرة يأش على حشكم قزري غجار على حشكم زرخوا بشطن وغير على حشكم قزغشو يزاق وزر شعر الأدلة من الكتاب والسنة على وجود الله كثيرة جدا 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 مدري قرآن مرا سنة مرا قشكوا دليل خر هار كود إيمخو